الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية. وزير الدفاع الأوكراني يحذر من هجوم روسي مضاد في الشمال الشرقي للبلاد. وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاعاً بأسعار النفط بالولايات المتحدة في الشتاء. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. وخلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، أكد الرئيس السيسي أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر. اسمحوا لي لكم من الاستمرار في انعقاد هذا الاجتماع، وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة، يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوبنا التي تنحاز إلى قيم الحق والعدل وتتطلع في يقين راسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات. وكمان اسمحوا لي أؤكد معاكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة، وأيضاً التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي سول مثلى لتحقيق مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية، وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على نحو تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها. من جانبه أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل نجاحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياساتها.
وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول. كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، حيث حققت خلال أسبوع العديد من النتائج الإيجابية نستعرضها في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 488 عنصراً إجرامياً، ومصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 92 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 973 قطعة سلاح ناري، أبرزها 131 بندقية و85 بندقية آلية و50 مسدساً و707 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1532 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 487,558 حكماً قضائياً، من بينهم 1847 حكم جناية،
و175,555 حكم حبس، و241,825 حكم غرامة، و68,331 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهماً قاموا بارتكاب 47 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 145 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1490 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 208.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 442.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 37.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 6.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,716 قرص مؤثر، و9,304 قرصة رامادول مخدر، و1,100 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 120 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 67 طن، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 50 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 716 قضية، من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مدينة إزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا في إطار هجوم مضاد واسع النطاق. هذا وحمل زيلنسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية. وقال زيلنسكي إن الانقطاع الكامل للكهرباء شمل منطقتي خاركيف ودونيتسك، بالإضافة إلى انقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبرو بتروفاسك وسومي، كما شهدت عدة مناطق شرقية البلاد انقطاع المياه. حذر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف من هجوم روسي مضاد في الشمال الشرقي للبلاد. قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده بحاجة إلى تأمين الأراضي المستعادة من هجوم مضاد روسي محتمل على خطوط الإمداد الأوكرانية الممتدة، مضيفا أن القوات الأوكرانية يمكن أن تطوقها قوات روسية جديدة إذا وصلت تقدمها لمسافات أبعد.
أظهرت خريطة منطقة خاركيف التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هذه المنطقة التي تعد مسرحا لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق. أشارت الخريطة المعروضة إلى أن الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أسكل. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا ستحقق جميع الأهداف التي حددتها موسكو. وأشار ميدفيديف إلى أن الدعم الذي تلقاه الحزب الحاكم خلال الانتخابات الأخيرة هو أفضل ضمان على أن الحكومة ستفعل كل شيء كما هو ضروري. أعلنت روسيا عزمها إمداد الغاز من روسيا إلى عدة مناطق في مدينة زابوروجيا ومحيطها. أشار مسؤول روسي إلى بدء إمداد الغاز خلال الأسبوع المقبل إلى منطقة بيرديانسك، بينما يبدأ توريد الغاز والكهرباء للعديد من المناطق بحلول 15 أكتوبر. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي مانويل ماكرون من عواقب كارثية للهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية. إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت مشاورات رسمية مع كل من كييف وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية. لا يزال الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا ينذر بنتائج لا يحمد عقباها في ظل استمرار القصف حولها وتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن هذا القصف. ملف المحطة النووية الأكبر في أوروبا كان حاضرا في محادثات هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الرئيس الروسي على التدابير التي اتخذها خبراء روس لضمان أمن المحطة، مشددا على ضرورة ممارسة ضغوط على سلطات كييف لكي توقف فورا الهجمات التي تستهدف المحطة. من جهته طالب ماكرون نظيره الروسي بإزالة الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوريجيا، مؤكدا بحسب بيان للإليزي أن السبب الرئيسي للمخاطر في المحطة هو وجود القوات الروسية. إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت مشاورات رسمية مع كل من كييف وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية. وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في المحطة الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها القوات الروسية. ولاحقا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم إصلاح خط طاقة احتياطي لتزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد مفاعلاتها. وقالت وكالة الطاقة الذرية إن القصف الروسي دمر البنى التحتية للطاقة في مدينة إنرودار الأوكرانية قرب محطة زابوريجيا، ما يشكل تهديدا محفوفا بالمخاطر. تتسارع الأحداث في محيط منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، حيث تؤكد
كييف مواصلة التقدم بالمنطقة على حساب القوات الروسية سياسيا. نفت موسكو رفضها إجراء مفاوضات مع أوكرانيا مشيرة إلى أن تأخير عقدها يزيد من صعوبة الأزمة. نتابع المزيد في العرض التالي والزميل شادي شاش. أهلا بكم. تطورات متسارعة تشهدها الجبهة الشرقية في أوكرانيا بعدما وسعت قوات كييف هجومها المضاد في مواجهة القوات الروسية. وفي أحدث التطورات، قالت أوكرانيا إن قواتها أجبرت القوات الروسية على التراجع في مواقع استراتيجية شرقية البلاد. وأعلن الرئيس الأوكراني استعادة السيطرة على مدينة إزيوم الاستراتيجية كجزء من هجوم واسع النطاق في شرق البلاد. وفي حين تتسارع الأحداث في محيط منطقة خاركيف، أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على 3000 كيلو متر مربع من الأراضي في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود الدولية الروسية. وأضاف أن القوات الأوكرانية المهاجمة أصبحت على بعد 50 كيلو متر من الحدود الدولية مع روسيا. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت أهدافا أوكرانية في خاركيف بضربات دقيقة التوجيه. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية أعادت تمركزها من إزيوم باتجاه دونيتسك، وذلك لتعزيز مواقعها على هذا المحور. سياسيا، قالت الرئاسة الأوكرانية إن أي عودة للمفاوضات مع روسيا يجب أن تتضمن استعادة كاملة للأراضي الأوكرانية ودفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني. في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تأخير عقدها يعقد العملية. واعتبر لافروف أن تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل التوصل إلى اتفاق بين البلدين صعبا. مشاهدينا، كان هذا عرضا للوضع في أوكرانيا في ضوء التطورات المتسارعة شرقي البلاد. شكرا للمتابعة. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الأسيوية، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد-19 بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا إلى 86.1 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا ليسجل 92.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9% في الجلسة السابقة. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن خطر حدوث انكماش في الولايات المتحدة ما زال قائما بسبب الإجراءات المتخذة لإبطاء التضخم. أضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدى البلاد سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم. من جهة أخرى، قالت جانيت يالين أن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد. وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة عندما سئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا، قال ويديدو إن بلاده تبحث دائما جميع الخيارات، مشيرا إلى أنها ستقوم بذلك إذا حصلت من موسكو على سعر أفضل. يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحريق المندلع شمال شرق سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. أوضح مسؤول بالولاية أن انخفاض درجة الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد أبطأ تقدم الحريق، لكن رياحا أقوى تساهم في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي، ما يهدد مئات المنازل. من جهة أخرى، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق في جنوب لوس أنجلوس بعدما حملت عاصفة مدارية أمطار وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة. حذرت الأمم المتحدة من أن الأوضاع الإنسانية ستزداد سوءا في باكستان نتيجة تشريد أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد على مدار الأسابيع الماضية. نال القطاع الصحي نصيبه من الدمار مما فاقم من الكارثة. لم تتوقف كارثة الفيضانات في باكستان عن تدمير البنية التحتية والتأثير على الاقتصاد وتراجع نسبة الأمن الغذائي فحسب، بل ظهرت مخاطر وتحذيرات من زيادة نسب انتشار الأمراض نتيجة تدمير عدد كبير من المراكز الصحية. الأمم المتحدة حذرت من أن الأوضاع الإنسانية ستزداد سوءا في باكستان نتيجة تشريد أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد على مدار الأسابيع الماضية، وذلك وسط تحذيرات من فيضانات أخرى قد تضرب بعض الأقاليم مثل إقليم السند جنوبي البلاد. الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد قضت على مئات الأشخاص ودمرت نحو مليوني منزل ومؤسسة تجارية وغمرت آلاف الكيلومترات من الطرق وجرفت مئات الجسور. القطاع الصحي كان له نصيبه من الدمار مما زاد حدة الكارثة، حيث قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 1400 مركز صحي تضرر معظمها في إقليم السند. وتعزو إسلامباد الفيضانات الكاسحة إلى التغير المناخي الذي يزيد من وتيرة وشدة الظواهر المناخية القصوى في جميع أنحاء العالم. وسجلت باكستان ككل هذه السنة معدل أمطار موسمية يزيد بخمسة أضعاف عن المعتاد بحسب مصلحة الأرصاد الجوية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الفيضانات بالمجزرة المناخية التي لم يشاهدها من قبل بهذا الحجم، ملقيا اللوم على الدول الغنية. انتهت نشرتنا، وفي الختام هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية. وزير الدفاع الأوكراني يحذر من هجوم روسي مضاد في الشمال الشرقي للبلاد.
وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاعا بأسعار النفط بالولايات المتحدة في الشتاء. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.